بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشركا وكيل وبقول أفرط لواتني أفراد كم ذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين كسو جري باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبابها هدية النبي قال له هدية أيه لو حرمي النبي وبنانتهاي ولبني هاشم ربني هاشم هدية وبنانتهاي وبين المطلب ربني المطلب وبنانتهاي وأن وإن كان المهدي نينك هدية إذا كان يبحان غضو ملك هامد ملكي هدية داس ويكسو قشي بطريق الصدقة صدقة جتكي نينك وحسو هدية هدية لدو نبال لحنتي داسي هل قصو صدقة استي هدو النبي يقال كيسو هدية يو إن أي بنانتهم لبلهاي وبيان أن الصدقة يلا عدي الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه كل وصدق يستهدوك عن تقول ولا وريو زال عنها وحا صدقة كزول هي وكقاد مهية كتر مهية وصف الصدقة صدقة تلمان تدي مقعي دي أستان تدي وكهر هيا وحلد وين أبنانيس نانيس صدقة لكل أحد أحد كستو ممن كمدة كانت الصدقة محرم عليهم محرم عليه عفوا أحد والبي صدقة وحران كأهيد مركزي روح هذه مركز صدقة دي وحيون نقنيس حلال بيون نقنيس محايا لو إسبد الشيء أدي الذي باب كمركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ابن سعد بوجيدا وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري أخبرنا ليث مركة ابن رمح إيه قتيبة كلاهما عن الليث بن سعد عن شاب الزور أن عبيد ابن السباق الثقفي قال وحولي وذاتك تابعيك إن جويرية زوج النبي جويرية ذي نبي حاس كساءهيد صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث الخزاعية ربا المستلق بها النبي وقعنتي الصبي ويكسوق شيء وتقرن إيسان قزوة المريسيع وقعنتي الصوق شيء أخبرت وحيوشك تي عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي دخل عليها أن النبي أسوق لي جويرية فقال أويلي هل من طعام وحراشين ميا الله قال وحيتني جوريه هو يدي لا والله يا رسول الله ما النبي الله ما يالو راشينا ما عندنا طعام راشين وين عنا ما هي إنه إلا عظم لف موين ومن شات هل عد أما هل لف نف أري أكتال أياتها لا أعطيته لسيي مولاتي من الصدق مولاتي أدون أيضا حريسي أيا لسيي لا ذا جبر جوريه الشيغيس أعطيته لفته وحال لسيي لغوص صدق يستي مولاتي أنا أدونت إذا حري من الصدقة صدقة على إكاهاتي والله في نفس القصة قيسي جبراني قعل كيغا وأدون إيه هنجرتون حري أيات الله مركا أن مركا يقص صدقة ستأم هدي أنا وكنت فقال سبحانه وحور قربيه لفت سود وكان فقد بلغت ويجعل صدقة محلها أو محلها ماشي ذي دعدي من الحلول فقد بلغت وحيجعلي محلها بوسكي يعني قفكي صدقة يستل الله بحم متصدقها أحد كلب حي جبرنا أدون تهيد الحريي ويجادي صدقة ينوطه أديك هدي هدي أنكو كنتين وحكوت هاي هدية كوتة أنا وأنا وح لجو هدي وأي بناي هذا إيسس معنو ساس وجدا قريب يسود فقد بلغت الصدقة صدقة وحي جاد الغو صدقة است أدون تاس الحريي سي محل أبوس كذي بيد عضي ويسون أتوي وحين تقدم بينا أحد كي أيده كصدقة است أما إيسس أما يو هدي إيسو وقادن كرا يعني مر بهذا اللي سو ودكت أول سيء قف كي الوصلة قيستي بأسكاله قف كان وحرو يا عدو دونين وسيا أما هدية يا أما قص صدق قيست أما كدين بحو ساس النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الحميد مسند كيس واحد كقصة صار من طريق ابن عيينة مر كده ما يحديث كانوا سدنا أوري يا وحور نبي وحوجد يعني ليس هي الآن صدق نبي وحوجد هذا صدق معها هذا مرك أديك الوكن الجويري لفتاسي أي جوادي أذ حريص كوسو هدية هذا صدق ما وهدية أنا هنا هدية وأي برنانتهاي حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحمداني جميعا عن ابن عيينة مرك طريق لبات ومرك حديثك عن الزهري ليت عن الزهري بات صومرت هنا أنا وابن عيينة عن الزهري طريق أنا مرك أحمد غير كيبا كوريان إيو حميدي بطريقة هوري ليتنا أحمد وورياه بهذا الإسناد سند كذا إنه صوم الريب وابن عيينة كقى تحديث كنحوه سند كذا كوريه نحو نحديثي الليث بن سعد
أصدقوا مرك من حديثهم من عطيتنا وإمان دون مرك بخاري أولو وذاق أي مسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري والمبشر بن دار شيخ الجماعة قال وحين بدأ من شيوخ الجماعة ذا حدثنا محمد بن جعفر غندر وذات كلورنجري كلاهما لبضوا ضبع عن شعبة كلاهما يعني وكيع غندر بقى عن شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله تعالى عنه مر هذه هذا وعن كوري وإنه طريق أس طريق لباط أوكينو وعدين أيه قتادة سمع وعدين أيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له لفظ كان شيء قد أنه حاز كله عبيد الله بن معاذ اللفظ قماها المثنى يا بشار ما ابن بشار أيه ما هي وكيع أيه. واللفظ له حدثنا أبي أبي بايت بي حديثك وأبينا ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة مركة معاذ بن معاذ وحم متابعين مركة ذهر غندري وكيع عن قتادة سمع قتادة وحوم مغلي أنا سبن مالك قال أسوغو يري أهدت بريرة وحيسو هدي إلى النبي نبي أسو هدي إيسي لحما هلب كاس وتصدق الوصد قيسي به أسغا هلبك عليها على بريرة يعني حديث كهوري مرك جويرية يشاهد أكينيا من حديث أنس فقال النبي وحيولي مرك عائشة وهوشي أي كوضة هالليم ويمن دون كتاب النكاح وسوقف فاسقو يمن دون أي هو هليب كان قال أي برينا كوسو هذه إيسي لها أيضا وحيولي صدقة صدقية والغوص وصدقة إيستي ولنا أنقنا هدية بنوية هاي هليب برينا الغوص صدقة إيستي أي برينا أسو هذه إيسي عائشة أم المؤمنين مركا نبي وحور أيضا والوسط قيستي أي النقونا أيضا نوسو هديسي ولبو وجوك للدون. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد المثنى والبشر واللفظ لابن المثنى أبو موسى البصري العنزي قال حدثنا جعفر عفوا محمد بن جعفر محمد جعفر باكلاهما عن شعبة حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتيبة الكندي أو الفقيه عن إبراهيم ابن زيد النخعي عن الأسود ابن زيد النخعي عن عائشة إبراهيم يا أسود وولي أبتقي بيسويين بضمن أوثو مرتين إبراهيم بن يزيد يا أسود بن يزيد بن قيس النخعي وولي أبتقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأوتي النبي نبي قال له كيني يعني حديث كله قعد في ألفاظ وصوغ أبصنا يا مسلم ساسي مركا ووضع عاطفظة أتمت أما أتي بعض النصرة ويقرين أتي النبي نبي قال له كيني صلى الله عليه وسلم بلحم بقر نيف لو هلب كبار نبي قال له كيني فقيل وحال ليلي هذا نبي لو هلب كان كذا ما تصدق به على بريرة وهلب كل غصة قيست بريرة غصة وصلة قيستي أنك إن نو كنتي وتري نبي محمد الكيس واستعمال عائشة وكنتي النبي الله هدى صدقكم وبناني أنكم بابسكي استعمال تري محاط لا فقال النبي وحور عليه الصلاة والسلام هو هلب كلها لبريرة صدق وإيهي بريرة الغصة صدق إيستي ولنا إنكنا هدية بإنو إيهي مركة روح وحل غصة صدق إيستي هدوك عن تقول لك الشدقات ولو ريغو قاب كدورو مركة أسي استعمالي كرا وقاب بنانا هدو صدق إيسان أيو هدو كده ينبحها أيو هدو عدك لأسي هذي انتوا وبنان تيو. حدثنا زوي بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية البصري أبو معاوية محمد بن خازم الضري وذكرنا إيسان حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي قاسم بن محمد بن بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قاسم بن محمد بن قاسم يودمرك عائشة وولي يددي بسوية وذكرنا إيسان قال عائشة وحجري كانت في بريرة ثلاث قضيات كانت في بريرة بريرة قضيات دي أرن كيدي وحا كتشرة ثلاث قضيات أي ثلاث سنن صدح قم بكتيرة صدح سنو ووين ولا قف إذا حديث كذي هي قصة الواجل الحرين أي أمان المكاتبية حولها لقول لك تكذبنا عنون حولها كبحي صدح حقم بكتيرة وهذا قيام بدن حوم ككوبات كان الناس وحياها ينتظك يتصدقون عليها ويكون صدق يسني أنصار يغير كتبة بريرة ولا قال إنجري وتهدي لنا أننا والنوس هذه إنجرت وحلو صدق يستي بالنوس هذه إنجرت فذكرت ذلك للنبي أرن كاس النبي أشيق صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله وحل وصدق يستبرير وحكم إذا بين نوسه هذه يزاد ما حتى لا فقال نبي وحيله هو عليها صدقة وحل وصدق يستيد صدقه إياهي ولكم إذن كان هدية بإذن هدتين عايشية آل بيتك فكله عنا مركا أيضا لابد حكمك لمركا وحاوي وإمن دونا إنما الولاء لما أعتقي أدونتو إيه إنك أدونك أوقع بهدي حروده
إنه خيار ليه ضاين كف سقطين اللي سي جوجته بكتاب النكاح ونكو إيمان دونا وإني وذاتك قبيل مغيث مغيثها الضم باي نبرنا الضم بويس قبيل أيضا الحرية أنتي مكاتبة حول لغو دكتور حول لغو شرط استويك عائشة عاوسي أيساك حروده كذب نقوليه أيضا لهاي كل دكتور حولها أي حولها قاطع عائشة حول أشوفته وحيدا ولها نجا إسكال عائشة قبرنا وحورين حولها واتكبحين لكن النجوم بأوله ذي قعلمة إسكاله كو الضم كي قبينا وحيت المرة وادن حروب حر نقضي وكاتجها هي أصلا حور ما هي قتجي أنتوا النبي قال الله كهوش الله كين هي قضية دانو إن أي أيه حلو صدق يستو كدمنا وح حلو صدق يستو وح كم إذا أي النبي محمد يقال كي عايشة يوسف هذه إيش إذا وح قف كل صدق يست هدوسي هذه أيو هذه النقطة هي أصلا صدق وقها شيء مالك وحسب بدله يسيف ديس شيء مالك تلمانتي سياس بدله يسيا حالك سياس بدله مركا تحريم كوحوها للصفة لا للعين تحريم كوحوها للصفة لا للعين مركا إيه معناها سوى متك هذا إنه إن هيسنه كينو إيمان دونا وهم حي إنما الولاء لمن اعتق نبي حوري اشتري لهم الولاء وحي دونا كيل قبرنا حوري أيضا السيدة هاي وحنا وقتا أديق حوريون باوله هذا إسكال إنما الولاء لمن اعتق شرط قدر وحبك مجرم الدلابات أدون إن أدون أوقبي أو حرودي خيار بيقول لنا يكفى السقطين اللي سيجوك تصنعين قصد هذا أيو حديثك تلمامي حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة زائدة بن قدامة الثقفي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أبيه وقاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنه وحدثنا محمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا حمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة الحجاج أبو بسطام عتك الواسط قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بن مغلي قال سمعت القاسم يحدث وذر توحوس عليه والسماع التصريح بالتحديث والسماع بكجر عن النبي نبي كو عايش كورس بمثل ذلك حديث كورن صوم الرأي وكله إلا واسكو طريق وانا اسكو حد اسكو عايشون ويمرك طرق بكلا بدلي وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي نيك الأورنجي المدني قال شيخ مالك هو فقيها وتابعي عن القاسم بن محمد أبو بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي بمثل ذلك حديث كوري وقادنا شعب عن عفوا عبد الرحمن عن رهو عبد الرحمن القاسم عن القاسم أيوه ربيعنا وريوه غير هذا يشاء أنه قال الربيع أسوي حول كسوة ضري حديث كسوة مركو ورني وهو لنا منها هدية وهو هلي بكقود لقيس لنا أنك منها من بريرة هدي إنوية هاي ضدكنا ويكسوة صدق يستن أيضا وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل إبراهيم بن علية عن خالد الحذاء خالد بن مهران عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية النصيبة الأنسارية قال وحيت لقبر ناس بعث إلي رسول الله رسول كلاه كان كسيدرا يعني سيسكب بدل يا شيء وصفديسة حكم كونه وصفته الراعي بعث إلي رسول الله رسول كلاه وحيسو الدري بشات نيف أرو من صدقة الصدقة كمدة نبي محمد بن نيف أرو صدقة إسيي أني النصيبة فبعثت نيف كاري قابان دري إلى عائشة منها بشيء فبعثت وحان دري إلى عائشة أم المؤمنين منها من الشات بشيء وحي لبان أقدر نيفك بان قور علي هلي بكيسي بان عايشة وحكسي وهدي أنا أقدر نيفك أن أصل بالنبي محمد با سي أم عطية فلما جاء رسول الله إلى عائشة مركو رسولك عائشة أيمد قال وحولي هل عندكم شيء وحراشين ما هيسان أما قضية وحمل الله هيا قالت لا بيتري إلا أن النسيبة يقول النسيبة هيت أم عطية هيت بعثت إلينا من الشات نيفك أريق هابي وحن نقصه هدي يسي التي نفك أسوى بعثتم به إليه إذنك أثيسي نبي الله نفك أدوك أثيسي بأن أقرأ وحنا وسوى هديس يذكو صدقه يسستي قال النبي حوري إنها صدقة أنسي ومعطية من نصيب أنسي قد بلغت وحي قاعدة محلها بوس كذي بيد عضو نصيب ويقاتي ويبدونتي أيضا إسكالي هذين نقص صدقه يسستي هذين نوه هديسي هذين نصيصة وحوش وائز بده شيء عائشه وحوش والوكلة التقي إنها قد بلغت وحي قاعدين محلها بوس كذي بي قاعدين بخاري وحديث كان لوري قيبتا ضنبي دور قرب نسوع العلية حديث كعائشة يمتكي هوري آنس بقصة بريضو يكي كسوري أم جواري بنت الحارث كل وحا كجرة
تحريمك وحراء هيا صفات الشيء عين تماها عين تماها تحريمك لا بقى يبدونا تحريم عيني وسيد ايجا يخنزير كي يميتد ايو ليجا ايو وحو قبطا عين تو قبطا مرنا تحريمك وللوصف تحريمك وللوصف وكمرك اسر كسب معنى اها صدقه وصفية الموت هذا هو واحد روح كسر قيسنا وشيء أضو بحس قال له أدواش صدقته الله إن أدواته وتأجر كهشه وإله أكتيس وحكهش هذا أبح نيس حرمة روح حرمة أبح ميسد كه صدق الله إذا هذا سيجد أن بحس الله جيابا روح هالثنين هذا قنين بالله جيابا حتى ما يحسن هذا ويدين بالله جيابا دنك لك كمل أن كاهين أجر أت كهشيد إله أكتيس وحكيسه كه صدق الله إذا أما الهدية أسوء أجل أتكيش الله سوق هذا حرم الله سوق هذا وكرم يدق ويوجبني ما لقول هذه مركات هذه القاضي يسوع أجر يا ثوابي عند الله ينيدكم هي ست أنت بدن حرم يكاتاي أجركم غرسوك قال لي بأسني غرسوك قال نعمي سني لكن قصدك يجدوا معي وحرم وتبت وقدرين صادت هذه والله قورية وحلك صدقيسي وحل هذه ويكل الدوين اسكوباب معها مركا دي تلمانتي اسبد شحون كو اسبدلية مركو الصدقية هي ضدبو كبحا هي نبي محمد صدقة كو مبحا هي آل بيت كيس هدو هدية هي هاي نبغوا استعمالي كرا مركا صدقة السنة هي مدة واجب كيس كذا بكل نبي محمد آل كيس حرام بقى نجح على صوم مري أما هدية وي أوبا نانيت وين يقال إن صحابته وين قال قادي جروك هذا سلمان الفارس النبي قال وكو امتحاني مركو ربي إنه وقادون النبي محمد يهي إنه يهي أحد كلهم متنبية حديث كان مركو حكو جرى مسائل وحاقو مهم سمسالة ده إيه نين فقير الدين أتقول هاي ده الزكا سيس زكا دي الدين موقع قادا كرتا نين فقير الزكاة بحنا الزكاة المال بعد بحيريس بقول كون كونتون كون لباتون كون زكاة بحس نين فقيرات فيس واتكوبة ديجس وحشار دي أنا متشرين أو أهور زكاة دي أنكو سينا ياي مركا أنكو سيو دي انت أنكو قولها كبحي وحشار دي متشرو مركا تيسي كدب دي انت أتكول هذا مواقع قادن كرتا زكاة دي قول لي وقدومي عندك القاضي حديث كلا ديلوه فقير ابن سبيل غارم قوليه سيدي داي زكاته كب حيث يمت كمدا ايات سيسي زكادي دين نواد كلها هي مركز بريوك اللي قلبتو كاتو دين تيد ما يسيسي العقد ما انت عادي سيسي زكادة هاي واتنا هو قاد دين تنقو قوصو كويري ما قادن كرتا واتكا قادن كرتا شرط هدو سنجرين شرط هدو سنجرين واتك قادن كرتا بالدليل هذا علماء ادري شنو وين قر لي محي لي مركر محوها لو تنقر محياي زكي هذا انا محي نقطي دين وصفي بقى اسبدلي تلمانت بقى اسبد شيء اذا معناها تصاصد فانتين بيلتا قبر مسلمة ننكيدي او هنتي ليلة هيدو شقي سنة يسيبها ننكيدي الزكي سيسو فقيرة زكاة قد يقول لك بيل أو قد يقول لك ورمى ما تقول لي دي أي أنه أوكي با صح وي أوكي والله تقول ما هي إلي قبر مركب بحيس ما يحب بحيس ما قع الزكاة كوب بحيس نين كان فقير بزكاة وقوب بحضاه وقدومي ولو ريقي بيل كرير وقصو الضري كنت أكون بيل كواك معايا زكاة أتفاك يسيسوي إيبو هذه عروطة بيش وحلال وايد أقوي معايا لي شرط هذه تلاك ما صحيح سبيل إجماع هذه شرط هاي ورد وحان كسينا حوله الزكاة ودي بيل هاني يقول سعيل هذا يجرى هذا وحبك ما جرى أبوك هذا الزكاة وان فقير وكسينا إياه لكن بشرط الدين تنكو قولها وانا تكون بحيسو إنما صحيح لكن هذين شرط هاي واسحيسا تلمانتي يا وصفي اسبدلي حولنا والله قبضوضي وجي كلو حلال مرك والله استعمال كرا هو لنا منها صدقه هديه عفوا وعليها صدقه
ayadu sadaqo ku aha inaguna hadii inoo yahay masail badan marka noocaas aya xadiidka ku jira باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة وحبابي هاي نبيغو إنو هدية أقبل الشري صدقتنا أديد الشري حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني من مسلم الجمحي عن محمد وابن زياد الجمحي البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صبنوحا إذا أوتي مرك لوكينا بطعام راشن لوكينا سأل عنه ويدين جري أسل كسي وحياية المانتيسة فإن قيل هدي الله إذا هذا هدية النبي الله وهدية أكل من هدية حبك عن الجري وأنا ضدك سين جري وإن قيل هدي الله إذا هذا صدقة صدقة ويا مركز زكوية لم يأكل منها وحبك مع عن الجرين إذن حديثك أصلا أنتم بحجنا إياه التحريم على الصفة لا على العين أيو ما أيو مركزي ما حرم لوصفه أيو مركة أصل إياه حديث هو مركة تاجرية وحاكله كجرة التورع في الشبهات إن حلال ميرد نقطت آدي أسو إلى لسه وضرت النبي يقول حلوك ينو حرن جري مهدية مسوا صدقه هدي الله إذا وا صدقه نحرن جري ضدك لسيية هدي الله إذا وهدينا واقادن جري وحنا واقق استعمال جري مركة أنت أي ورعتها وحال ميرة تاي مركة أي شبهاتك يشاواتك بدينهين إن هذا سؤال ويدي سروحة إن أي بنان تاي ما لم يؤذي المطعم والمهدي بعد الليل هذا هذه الروحة وحكوك يعني أما وحكو عنتين إياه أما قدرك هاب بحين إياه أما كعسم أذن لبين شرط قاسنا وحادبيا إلا عند الريبة شبهة قد بقى اسكترت نين كان حمامكم وقيت وكوبنا إنا ترى روحة ما تنسيسة حقيقة كنت محوها وضيه كرتا سيدنا النبي يقول للصحابة يقول يجري محلال محلال بمسوى حرام بيقول يعني محلال بيقول يمسى حرام إذن صدقات النبي حرام بيقول تاي هدية دون حلال بيقول تاي هدي مركة روحة أضحوي الدين آذان ليبين وليو حاج مكا سؤال ويدي سبا بخ شلب أي كان نقول حيل كنو حماني دب دنبران كو عسومين كوك شانا كا قوصاني هدادا نروح ليبينين سؤال شو ويبنان تاي ديب كيسي ديب سي كيسنا دان لغا قيل ما هي هذا الشكي او جرو تاسات لا سعودا شكي با جربا حوالها المادن كو ارك جرين هانت دان تول نينا اتقان حقوق اسك حمال اهاي وراشين كحمال جدي واو حقوق كريبا خميس يا كوفيد يا كباو كيبا طبعا كون لسي هذا مش محاد تاقا شكي وين باج وحوالها يتصو حتى بأي مريس وأنكوا قانوا بيل كذا أنت مرة نيني خير الله كسيء ويا كسيء حول حكاك كنتي أظن هذا الكوكب ذي النحمان صحيحنا أودي إذن وحاب الناوي التورع ما لم تؤذي هي المهدية إلا عند الريبة أيضا هذا شكي أجر وواجب أن تكوب سطه سؤال شو لازم مركا أيضا شكي بدأ صار كقبته قوبتا شكو علوس كقبتا قرائن يا أستامية في فالا كوب مغضة تاوى قوني كالي مركا يدوا سؤاش وإيمانيسا مركا ما لم يدوا لورن هايو ومركا اندرين قود آذان قبين حقا نا يدعي كرتا شيء يقولون حلالي هاي حرانا يا يدعي كرتا سؤاش واتكا سطورا كرتا معناها ساكو جرا باب الدعاء لمن أتى بصدقة زكن ننك بحشي أما مسلمين توحكو صدقة يستيوان أكسن إن لو دعيو هو شايدا حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحام إبراهيم قال يحيى وحيلي يحيى الصق وحيلي أخبرنا وكيع عن شعبة عن عم مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي سداس صق وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له واللفظ قاد أن حدثك شيء قد دونه واللفظ عبيد الله واللفظ يحيى أبو بكر عمر الناقد إسحاق معها حدثنا أبي عن شعبة أبينا دو معاذ بن معاذ العنبري واتقان عن شعبة الحجاج أبو بسطام الواسط العتقي عن عمر ومن مرة ابن عبد الله بن طارق المرادي وتابعي صغيرة تابعي يروي لم يسمع إلا من عبد الله بن أبي أوفى صحابه وحكم غلي مجرؤون صحابيا كأهل هل كان صحابي عبد الله بن أبي أوفى أيوه وحكم غلي صحابك لو حكموا مصغر منك وتابعي صغيرة منك العرب مرة ابن عبد الله بن طارق المرادي قال وحور حدثنا عبد الله بن أبي أوفى
قال وحول صحابي قاسي عبد الله كان رسول الله رسول كلا يوحوها إذا أتاه قوم قل هذي أولي ما دنا موكنا بصدقة مزكدو دي قال النبي وحول جري اللهم صل عليهم اللهم صل عليهم الله قلها أن حريص أما أمان إلى يعد أمان وعد أن حريصتي فأتاه أبي أباه بأول أكين النبي أبو أوفاءها مقعس علقمة ابن خالد باليدا أضيق علقمة ابن خالد الأسلمي ويلكن عبد الله ابن علقمة ابن خالد ويا دمركاس ابن أبو أوفاء والأسكيد ذات فأتاه النبي حولي من أبي أباه بأولي من أبو أوفاءها بصدقة الزكاة قيلي سبوكي ني حوري فقال النبي حول اللهم صل على آل أبي أوفاء اللهم صل على الله أمان أما أن حريصو على آل أبي أوفاء أبي أوفاء قل لقيسا لوجد آل أبي بالي أما آل فلان أسوه لوجد روح قل لقيسا وكي النبي أورنجري عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري مركو كهلا عتق ريحيسا لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود آل داود أي داود نفسه علي داود كداود نبي داود نفس قل لقيسا لوجد جيدا ولقى وضع عتك لماءها ابن أبي أوفاء وصحابي ومن أصحاب الشجرة من أهل بيعة الرضوان أستقي أبيه أبيه أبو أوفا وصحابي وأنا من أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان بيع هايين صدرت من أوفا لكن وعمري قد عمر سديتني تطبيت هجرة ولنتي صدرت بتابعي كان صغير كأسوقر وحكور النية ابن أبي أوفا عبد الله سديتني تطبيت هجرة يقول لنتي كوفة وأنا آخر من مات من الصحابة بالكوفة صحابي قدام بي كجير يدو كحجاب كوفوي بلا ابن أبي أوفا إنه العمري أو قيد بونسوق قاري تابعي صغير كعامل مرة المرادة قرنيسا نبي مركة أمر كي إلهي بطبقها إياه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم نبي الله مركة كذا كقاضي أدعي بالي أدعي وصل عليهم حي الدعاء ذات إيو أمانتاد حسلوني سكينة أطهاي ين حريص بأطهاي ساس النبي يريد جري جمهور أهل العلم مركة دعاء ذات النبي واجب كما أهين بيليه واجب كما أهين وانا مستحب مسلمين تقدم بين النبي إيه خلفاء ينول البوز زكاة هذا أما خليفة النقض أما عامل هالنقض أما مسؤول كله هالنقض سيدا والنبي يلي جريبا لقربا إنه يلي على سبيل الاستحباب للوجوب واجب كما هو سنة يليهين أمر كميش كوين وأمر استحباب وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهمنا وأمر استحباب والندم بالدليل عند الجمهور حول الدليل نبي مركو الصعاد عماش او ديريو حديثو كوي دتك ودعي لما هي قفكم ما كانت كاسو قادان او كلا وريقتان ودعي او قران كسود ييري فا ييلا هدو واجب يها النبي ومدو فر لها ما نكا غابيين اني بنانتا وناغسنتا سنتا يبقى مركا لا قات ولي ظاهريه وحيلي واجب نبينا واجب بي كو اهي قف كستو او قف مسلم الزكاه كسو قاد واجب انا إنه أدعي على جربا، أسوق عصتن مهيو يدعي ورن مهيو وحكى لقداش إنه قونا يساقف كيس كذا بحين وسدا يرادو، لكن الله على جربا وحلك الصانة أدعي سأيو عيدا واجب كاسي، وحلا جت تجينا متشرو، وحلا قص الريف كارو اللي قو أولي كارنا متشرو، إن اللي سوقر إن اللي لقى 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 فهم أي ده ما طلع يس إن النبي قو يسحبه وش يسمنشر. ما الله هي النبي يدعين جرها صحابه النبي راعي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان ربك نسيا الرب يسكوك وفلين يوحيده وواجب لقى ما تذكره ولوحيده النبي محمد واجب بيكو أهيت إنه نصنا ينوطه محايا إلي نبي صلى جيسي سلانتي سوى كدو أنت يتين أسكو باب معه صدر تذبال اللي وصلي عليه إن صلاتك سكن له لما دي إن الصلاة على المتصدق وحا إن صلاتك ولا قيد مرك وكدو أنت وكي النبي يقول أنا وصلاة أن كنت كنا يدك أن ننتهي قبورها تكون حبالة يسون حيوت النور ين حريص النبي خصائص بولية قال وحيد مرك على المسلمين وسنة ودعاء والله سنة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وواجب تفصيل كذا نواجرة وأسوي حكم بدن يعني بعض الشافعية أنا قبوا ولي وجه من وجوه الشافعية وي. وحدثنا وحكى لحديك النوت بيي منك الليل هذا ابن نمير محمد ابن عبد النمير حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي عن شعب بن الحجاج بهذا الاسناد سند قد صوم رئيسين غيرها سيشانه وقال وحول بذات كان تنبيه ابن ادريس هذا المتابعه
صل عليهم صل عليهم اللهم صل عليهم ماشي أهيد يا اللهم صل على آل أبي أوفى أهيد أيو كبر يا سو اللهم صل عليهم ومرش مرش شيئين وعلى أبي أوفى مشيئين طيب نبقى متادقن بأسوق الله وانك صوم الرأي حديث كيواي من حجر في سنن النسائي وحوي النبى نبقى أوكياني زكو هل قروح سنو آد وقيمة بدن ومونات كل يجلس كسو الصعي وإن لبحية بي أدكتاه كذا نبي الله وازك كذا ما عشان سيدنا ها نبغو كقدوم كقدوم ما كقدوم أي أيوة حوري اللهم بارك فيه وفي إبله اللهم بارك فيه وفي إبله الله أسقى بركة جيلي سنة بركة ولذلك الإمام الشافعي في الأم أبي عبد الله حلو وحاسونا مرك الروح إذا كذا لقى قدومه ولقى لورا إلا إذا هذا اللهم اجعل له طهورا وآجره فيما أعطيت فيما أعطى وبارك له فيما أبقى إلى وحو الريبتن أبركي وحو بحيان أجر كسي زكي طهر إيو دم بنافن أوغردك ساس إن لقود دعيوي ساس أورنجري شافع أسوق ودعوك قاتي أو شايدة أو شايدة وكقاتي حق الصليقة حق الصليقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن لقود صليه كريه آل كيس هو مسألة إجماع وحال يسكوها وواجبي وصنوي هدي مسلمين تنبغ الراعية تبعا اللقول رو لقدب الجينا ويبنان تبي الإجماع اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته ومن آمن به والمسلم إلى قيام ساعة وران كرتا نبغ أن تذكب الله ذي آل كيسة وحد كلو دوا كذب هنكاري كرتا تام سلا ذا مرن مرا وحال سوايا وحاوي قف عن رسولك أهين أما رسولك أن لقول رو لقعات فين سمدح بنان وقونيا ملقو صليه كرا جمهور العلم من السلف والخلف ما يجد هذه ويديدين ما بنانو حديث كان مك الوحجة وحيد النبي هوشا خاص بيكوتا هاي أسيق قونو كو هايدو أمر خاص أسيق كو في سورة التوبة أيوف لنا يي صادرت أبو بكر يا عمر يا عثمان يا صحابة سلفكو أيسن قف بن آدم سيد دون بهو ناكسن هذه أيسن كو سلي يجرين بيدن سيما بنان إن النبي كل رانا يكون عطفان موية جمهور السلف السداسي والخلف جماعة من السلف والخلف وحيلي ويبنانتاي بدليل هذا الحديث حديث كان يدليل الشدين اللهم صل على آل أبي أوفى يا اللهم صل عليهم الكاسي أيوة ودادنا كدقي المهم مرضي خلافي النقطي إن لسكد دايا وناكسن حيلا واقد موحي شعار النقطي أهل البدع شيعي شعار النقطي شيعي شعار النقطي اللهم صل على علي وعلى الفاطمة وعلى حسين وعلى الحسن وعلى موسى الكاذب وجعفر الصادق ومحمد الباقر وحبيض الدلي واتقانا عيدنكو أيها شعار النقطي إن علمته وضيء ذلك وينين أيان أيكو صليان سلف كونوي كالقادي جرينو صلينا نبي ودين جرين هي عيد الغلة رو dad kala tarxum iyo taradi bay siin jireen maxay yeelay sheego asagoo dadka ay salaan iyo saliba mudan yihiin ya hadana xubinka waa la kala mudan yahay marka nabiga sheegno qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam wa quruux santay laakin qala rasuulullaah azza wa jalla madhikara rasuulka wa in kana azizan jaliila qala muhammadun عز وجل موران كرا قال الله تعالى عز وجل جل وعلا هولها يا اسكال ولوغوني يلي الله رب العالمين نبي هو عزيز وجليل وكريم لكن اريضو ولا كلام مدن يهي وركينات فانتان من ربا مركا قال ابو بكر عليه السلام طن رضا وديديسان قال ابو بكر صلى الله عليه وسلم وكربت بوديسان وون مدن يهي هسي يشو وحاوي وحال كلام مدن يهي باجرة أصل لا إسكب برنان مر هدي واقد دمر وقول نقضي عادئي يسمى يتلمان وقون أهل البدع رافضي يشيعي اثنى عشر يبلاي يبختي الله إسكب قال ليحدو أبو علي بن أبي هريرة وحيلي ومن أصحاب الوجوه الشافعية وأهر وان قنود تريب وري اقتداء بالشافعي صلاة فجرك واقد دمبان قبل هبل تقيب
أهل السنة ما بقونوا ذنبه شيعي الرافضون بقونوا ذا اللهم اهدنا في من هديت سادة الفجر صبح ما نقال سيقدم بسبب رسالة الفجر كدبون قرآن قنوض. ومن أصحاب الشافعي من أصحاب الوجوه علماء القرن قصد هذا ماذا كان شافعي رقد يسوي من علوس أبو علي بن هريرة الطبري والقرنيس شيء واسوق أسل كساب بنان مركو أستان أنه قولي آفاء ولقيت كرا وين في عنت إن لقيت تورو توأسي مؤقتة إله وش العضين أيه أمل لو ذاق أيه. طيب تنمر كتير أكلوي المهم الصلاة على غير النبي استقلالا وخلاف الأولى يو كراه يو مبنانو صدح لا مذهب يكون جرت. إذن قليها دليش ده حديث كان قاب كل وقت جوابي آد بو حق بدن ياهي ابن قيم غير كينا أيوك بحثي آد حق بدن بيكون القول البديع كتاب جزمعوها جلاو الأفام في الصلاة على خير الأنام كآخرية بحث آد قيم بدن كذلك السخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع مرهي أصونا كفيري. باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما وحبابي هاي الساعي وان صوم بره حديث كان إمامك حيوس علي قبل الكتاب كأنه كو خاتمه باب إرضاء الساعي أي العام نجز كذا صوروني إن الرالي قريه ولقنعيه ما لم يطلب هدو صنعوثن حراما شيئا بناني هدو زكذا وحكا بدن كويديه أما حدقود بكلو اللي مادو مركا دوال اسكاد عناية وهذا الرالي قيل ما يوحو صن الله لقرها لقيل ما لكن وحو مضنا مرتقلين أها إيسو دوين أها ولقرها لقرين نافك كوكو واجبية هانتين زكادة لقاها ربنا واذكرها لقرينيس. حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر النيسابوري التميمي أخبرنا هشيم البشير السلمي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث إن طلق النخعي وأبو خالد الأحمر سليم بن حيان مقعيس واذكرنيسان إن بضم بين الصوم الري. وحدثنا محمد المثنى بن موسى البصري قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي محمد إبراهيم عبد الوهاب نوى ابن عبد المجيد الثقفي وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي بوجد كلهم وذا دهس هشيم أبو خالد الأحمر يور رقي هضة قدام بيه عبد الوهاب ابن أبي عدي عبد الأعلى كلهم عن داود داود بن أبي هند بوجد داود بن أبي هند حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له لفظ كان شيء قد ناسق اسكالي وددها كلام لها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم بن علي اخبرنا داود بن ابي هند عن الشعبي مركه اسماعيل بن ابراهيم باصون هذا غلاده متابعيني عن الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم هدؤذي ماذا مسلمين المصدق انك زكذا اروريني انك صدقه قاضي فليصدر هذا كسو فلو هذا كسو لابط عنكم حقينا وهو أصوغ عنكم إذن كراد إذن كقن عصانو إذرال إذن كأ صوغ إذن كقن عاي أو سفي عضو ناجسين ها إذن كسو فلو وإن صوم مرة لبكم لبكم بقر سقاشني سديد من حديثك أنك صوم مرة من حديث الجرير يا غير كيبا وهي أرنتري ولي أنت حديثك النبي كما قال يكذب إذا مسوا التقين نين زكاء أروني أصوغ رال لأهي سفي عن طوم مرتزور أو ناجيو أيو مركا نافه قوقان عو أيو سينجري وليبا مركل إذا عصاعي عامل بايد من الهبلة أساقا حولها أكحين تري أكحين تري سوصو الرفاضنين إذا أتاكم المصدق أي الساعي أي العامل إنك إذا كذا أرورنا يدو إذن إيماد فليسر هذين كسر اللابتو عنكم حقي إنها كسر فلو وهو عنكم رادنا سقر علي محايا إلي عامل قد بؤتاقين هاي شقا مسلمين بوهيا أسوق مضانا يسنيو واجب كبكا قاضيا أضوكو قاضيا وننكو عاوني دن قد بؤتاقين هاي إن الرالي قريوه حديث كأنس بأسكو قيدي أو إن لو جيدو بابكو ما لم يطلب حراما تاسي إيه حديث كجرير وآلتك سنة ويكوي مادين حديث كأنسنا إيه في كتاب الزكوات هي إيه أنصبضة هي إيه مقادرة اللقابة ففاين يين وحاكو جري فمن سئلها من المسلمين زكنين كلا ويدو مسلمة على وجهها فليعطي سيدي أهيد بلو يحارق هذا وانتا انتا صنف باك واجب تكير قيل هذا وانتا انتا سلقول يا هاي لوضا هذا وانتا بيرتو وانتا سكاك وانتا كير وجه يدي إيه سيدي أهيد بلو ودي ليب بلو بحوش أيضا ومن سئل فوقها فلا يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام هدي زكال ويدي يأن لقول هاي
أما وح لقولها وح كبدا لقوي ديو ما بحين يسد وكي حديكم مسلم في السنة ومسند أحمد صورة نسائي نبي الله هدي ذاتك أتصادر تيز كده أورني يقول حد قدبان محان سمية نبي الله نبي حوري حسينين ما سيسويح لك واجبها وحك لها حسينين أن لقولها هاي نبي الله حوك بقاعده نبي حوري دولة يا مسلمين توكل ميس هذا يقف قادان ودولتنا أي شيء مشى كده وين مسلم نيجي دوين محان سمية نبي حوري دفاع ولا دفاع هدو يدلو شهيد باتا هدا الدشانة ظالم الدشوي يعني أقدر الله ما أقوله دعاء الحرمين حق يسيب الله بحين ولا هجاتين وحين مسلم كلام نايم بالله مارين لكن حد قلت بلا ما أقول فلا يعطي مركا هسين مزيادة ديرا هسين با مس حتى واجب يسكتها بحين نوي شافعي وسكوخ لا وعدنا لسين ما لانه وافاسق بيده حلكنا وابكر عيبا مر هذا مضى وظلم يو إنه حلك هيا ما استاهله دولة كلاية مسلمين كانوا تكون رجيم مويين نينك أذى أكو ظلمي وحلو ديبنا وقرصنا ودعه يا الله سينين أدل المهم محوي ضدك حلك الجود وتاجن هلا قد دارو كتاب الصيام هنا نجو والله سبحانه وتعالى أعلم.